والمسكين لا يجد مرعاه، والمشلول صح لا يجد صح من صح يرعاه، والأموال مليارات أنفقت على الانتخابات الرئاسية البرلمانية لم ينل منها لا الدعوة شيء ولا التربية شيء ولا المريض شيء ولا التعليم شيء ولا يعني. ولو أنفقت الحركة الإسلامية عشر ما أنفقته في هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاعتصامات والمليونيات وغيرها وغيرها، عشر فقط على أن تبني مدارس بثمن رخيص أو تعمل مستشفيات بثمن رخيص أو ترعى الفقير واليتيم والمسكين والأرملة والمرأة المعيلة، كان الحكام نفسهم قبلوا رجل الحركة الإسلامية، ولكنها أعرضت عن ذلك كله ليحدث تضخم سرطاني ومرضي للذراع السياسية للحركة الإسلامية على حساب أهم ذراعين اللي هو الذراع الدعوي والتربوي. وإحنا هنا عايزين نسأل نفسنا سؤال، كلام مزيكا، سؤال مهم جدا. هل المشروع الإسلامي هو مشروع هداية أم مشروع سلطة؟ يعني لا، السؤال ده الإجابة عليها تحدد كل مسيرتك. أنت مشروعك ده مشروع هداية ولا مشروع سلطة؟ الأصل في المشروع الإسلامي هو مشروع هداية، والسلطة فرع منه. إذا تنازع الأصل مع الفرع وكاد أن يدمر الأصل، لا قدمنا الأصل على الفرع. أقول لك أنا بقى، أقول لك أنا، بس أنا بدرس الحاجات دي بس بس بحطها في إطار التخطيط والاستراتيجية والكلام ده. يقول لك لازم تفرق بين الهدف والنتيجة. طبعا هدفك هو الهداية، لو النتيجة أدت لسلطة ده موضوع تاني، بس أنا مش هدف السلطة، مش هدفي. أيوه النتيجة إنه لما الناس من نفس بيقول لك عقلية القطيع، عقلية ما دام جمعوا مع بعض وكلهم ولذلك يعني الإسلام يحتاج إلى لغة الفقيه. يعني أضر الإسلام لغة الأديب، على فكرة أضرت الإسلام لغة الخطيب اللي هو يدغدغ العواطف في المشاعر، وهذا ما حدث في كل المليونيات والتجمعات سواء الإسلامية أو غير الإسلامية. بتاعت رابعة، أنا كله أنا ببقى قاعد بقول مش ممكن يكون هذا الكلام ده أنا عشان أنا كاتب عنه كتيب صغير عن الخطاب ده والخطاب المدني برضه. كاتب أنتقد الخطابين لأنهم خطابات مدمرة، لكن عشان كده الشباب دول أنا بيصعبوا عليا إنه دعك عليه اتعبوا بمشاعر عمق وغل في حتة هتتكرر على طول على فكرة، اللي هي ايه؟ كل ما انت بتخطب في الاف انت تظن انك تأثرهم بكلامك بقى اللي فيه عاطفة ما فيش عاطفة زي الشيخ كشك، وفي انت تظن انك تأثرهم، لكن في الحقيقة هم الذين اثروك وجعلوك في دائرة لا تستطيع ان تخرج منها من الحماسة، وما تقدرش تعمل صلح، ما تقدرش تعمل تنازل، ما تقدرش انك انت تقدم الهدايه. صعد الخطاب، انت لازم تصعد الخطاب وكل شويه لازم تصعد حتى لو كنت انت نفسك توقن وبعدين ان هذا الخطاب غير عقلاني، وبعدين تجري والشباب اللي هم يحصل لهم كذا وكذا. بقول لك انك انت كالفرار يوم الزحف. طب الفرار يوم الزحف للشاب البسيط الغلبان المسكين اللي مش فاهم حاجه، وعلى كل القاده دول مش يجري، اللي عايز يروح ليبيا ولا عايز يروح السودان ولا عايز يروح حماس بالنسبه لك كويسه ولذلك خطاب رابعة كان خطابا مدمرا سلبيا، وفض رابعة أيضا كان فضا عشوائيا، يعني ما كانش يليق. أنا من المعترضين عليك. ما هو أنا معترض عليك، لم يكن يليق بمصر. كان في بدائل، بس هو كان في بدائل كثيرة، مخنا بس مش عايز ساعتها الفترة كان كله الله خلاص بالظبط كده. ولذلك نحن نحتاج إلى لغة الفقيه. نعم، يعني لا لغة الأديب. يعني ايه اللي اضاع الاسلام كثيرا؟ لغه الاديب، يقول لك مثلا كلمات مطاطه بتاع. لغه الاديب تضر الاسلام، لغه الخطيب الذي يدغدغ العواطف تضر الاسلام. نحتاج لغه الفقيه، لغه الفقيه. مش يقول لك والجهاد وكذا وكذا، ما الجهاد ده حكم زي الاحكام، زي الصلاه وزي الصوم، ليه شروط وليه موانع وليه احكام وليه كذا. نعم، كل ده مش موجود عندنا، كل ده مش موجود، هو حس بس. طب اين موانعه؟ اين شروطه؟ اين دلائله؟ متى يجوز؟ متى يجوز وما وفي اوقات يبقى محرم زي الصلاه. لو النفساء او الحائض صلت لا تقبل صلاتها، فهنا دي اسمها بيسموها في الفقه موانع. نعم، تمنع الحكم من النفاذ. نعم، وتمنع وجوبه. كل هذا، لذلك لغة الفقيه يقول لك لغة زي لغة المحاسب الرياضي، واحد زاد واحد يساوي اثنين. لغة الخطيب الفضفضة بقى، واحد زاد واحد ممكن تساوي خمسين. طيب أنا هسألك سؤال دلوقتي، حضرتك مريت بتجربة الجماعة الإسلامية والمراجعات وإلى آخره، حضرتك شايف إن ده الوقت اللي ينبغي إنه جماعة الإخوان ومن ينصرونها يرجعوا
ولا هم هيفضلوا عايشين كده في حالة التخبط وال... والله المراجعة دلوقتي أول حاجة كل ما تبقى فيه دماء كل ما تبقى صعبة. الحاجة الثانية توزع القرار، يعني الآن قرار جماعة الإخوان توزع، مجموعة في السجن، مجموعة بره، مجموعة بره وموزعة، مجموعة في داخل مصر هنا، ونحن مررنا بهذه التجربة ولكننا تغلبنا عنها بقرار حاسم ساعة المبادرة وخدنا القرار وتوكلنا. بس كلكم كنتوا مع بعض في السجن؟ كنا مع بعض، لا كان في ناس بره، في بره مصر، ولكننا بقى ايه راينا فيهم تعنتا وعدم اقبال على هذا المشروع، ضربنا بكلام عرضه واخذنا الامر بحزم وعملناه زي بتاعت صلح الحديبيه كده. يجي سيدنا علي بن ابي طالب يرفض انه يشطب الرحمن الرحيم، راح شطبها الرسول عليه الصلاه والسلام. بس ليه حضرتك في ناس كانت منتسبه للجماعه جت لاحقا دلوقتي جناتها رجعت عن مراجعاتها؟ انا لسه مجاوب لك على السؤال ده. سلطه وحدات الحشود، وسلطه وحدات وسلطه وحدات والحشود. الحشود هذه تفتن اي انسان وتاثر، وعبد الناصر نفسه اثرته الحشود، وكان يظن انه ياثرها ولكنها اثرته. هو جزء من الخطاب التصعيدي قبل 67 وهو قال كده، ده هو قال 9 افتكر يونيو 10 يونيو حاجه زي كده من الحشود، ان هذه الحشود تريد خطابا معينا وغيره مش معانا. ولذلك كان هناك في واحد قال نصح جمال عبد الناصر، قال له لا تتحدث بلغه الخطيب ولكن تحدث بلغه المحاضر مثل الملك حسين. الملك حسين تكلم بلغه المحاضر، واللي اضاع السادات في اخريات حياته بعد التحفظ بتاع سبتمبر كان يقعد. احنا اول ما نقعد نقول للحاكم وزعيمك خلاكي زعيمه والكلام ده، يعني عشان كده طبعا تابعت الخطب دي كلها، ابوس ايديكم ما تقلقوش، ما تقعدوش حاكم ليه ولينا الموضوع. احنا انا مش ضد حد، بس انتم لا، راجعوا خطب السادات بعد قرار التحفظ. نعم. تلاقيه يمسك لك مثلا هيكل يديله تلت ساعه سبتمبر 81 سبتمبر، يمسك فؤاد سراج الدين يفضل يديله مش عارف في كل واحد الله 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 يا عم، لا ومشايخ اليسار ليمين لليبرال ما سابش حد، ما سابش حد يعني وقصص ويمين ويسار ووزراء سابقين وكله حركه اسلاميه كل الله الله الله. ولذلك انا ازعم ان هذه الخطب كانت سببا في مقتل السادات. طب انا اقول لك، طب وليه ما الدكتور مرسي في اليوم الميلاد ب 60 نيله اللي هم 22 نوفمبر اللي خرج انت عارف، اقول لك حاجه، الاعلان الدستوري ده هقول لحضراتكم حاجه وجهه نظري، يعني الاعلان الدستوري نفسه من حيث في شويه مشاكل، يعني مشاكل تقيله، انما لو كان نجح ان يسوقه صح بيقول لي هو ليه عم واول اخره كان ممكن يعدي. طب انما الخطبه المنيله بتاعت الجمعه اللي وقف فيها في قصر الاتحاديه وجاب فيها بس الاسلاميين، فيها ناس معينين اللي وقعد يصعد يصعد وقال كلام انا ما فهمتش اصلا هو بيقول ايه ساعتها، ده هو اكبر دليل على انه فعلا زي ما حضرتك بتقول الحشود بتاثر العقول، الحشود وتخلي الواحد يتكلم باللي عايز الناس تسقف، وهو يظن انه ياثرها، يظل كذلك حتى يصل الى درجه اللاوعي ولا عقل. ولذلك الفقهاء كانوا يبتعدون عن الحشود والحكماء كانوا يبتعدون عن الحشود، لان يعني حتى ابن مسعود ليه كلمه جميله جدا لما كذا واحد ماشيين وراه فراح طرده وقال اعوذ بالله من فتنه التابع والمتبوع. انا والله ما فهمتش هذه الكلمه الا بعد سنين طويله جدا، قلت ايه يا عم الراجل دوت، يعني ناس بيحبوه وماشيين وراه لم افهم. ولذلك انا كان يعجبني في الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، راجل عظيم، لما كانت حاجه تبقى جالها واحد صوفي كده والناس مش فاهماه كان يقول هم ادرى بما قالوا، ما يهاجموش، يقول لك هم ادرى بما قالوا فلعل لهم حكمه. انا ما فهمتش قوله ابن مسعود دي الا بعد كده لما تلاقي حشود بقى ومستنيه بقى انك انت تولع الدنيا، يعني حشود مستنيه انك تولع الدنيا، هتكلم بالحكمه بقى والعقل والتسامح والرحمه والعفو يخونوك على طول. ايه رايك في حزب النور؟ والله حزب النور اساسا والدعوه السلفيه السكندريه، طبعا الدعوه انا كاتب زي بحث كده عن الدعوه السلفيه بعد 25 يناير كنت نشرته في العربيه نت. الدعوة السلفية السكندرية تختلف حتى في النشأة والتكوين عن الدعوة السلفية في حتت أخرى. في الصعيد بالذات. الدعوة في الصعيد وفي القاهرة وفي كذا حتة. الدعوة السلفية السكندرية بتتميز بميزتين. أول حاجة أنها طوال حياتها لم تصطدم بالدولة ولا تريد الاصطدام به. الحاجة الثانية
طوال حياتها تكره فكرتي التكفير.